السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنني لم أستطع أن أكمل البت فضلت أن أعيده الآن. إذن الدرس خاص بلا كونجوغيزون، الصفحتين 64 و65 من كتاب مون ليفغ دو فرونسي للسنة الرابعة ابتدائي. الدرس بعنوان لي فيرب اوزويل دو برومي جروب au présent de l'indicatif. إذا قبل أن أتطرق لهذا الدرس سوف أشير إلى هنا. في الدرس السابق قلنا أن les élèves مفردها هو l'élève، لكنني عندما كتبت un élève. أشكر كثيرا لسعيد ابتسام الذي كتب لي في التعليق أنني لم أنتبه لكتابة أن هنا. إذن دائما لي عندما أريد أن أحولها إلى المفرد تصبح يا إما لو أو لا، وبما أن ألف تبدأ ب فويل إذن سوف أحذف جوفي أنلوفي سيت فويل وأستبدلها ب أبوستروف. أريد فقط أن أتوقف لأقرأ بعض التعليق حتى أعرف إن كان الصوت واضح والصورة واضحة أم لا. بالنسبة للكتاب، هذا هو الكتاب مون ليفغ دو فرونسي للسنة الرابعة ابتدائي. ما عرفتش كيفاش ندير من فضلك هذا الشرح لأي صف للرابعة ابتدائي قناة روعة. شكرا. الصورة غير واضحة، إذن سأحاول. إذن الآن هل الصورة واضحة أم لا قبل أن أبدأ؟ غير واضحة. أوكي. وهكذا الصورة غير واضحة. صراحة لا أعرف ماذا سأفعل. هكذا واضحة؟ دونك أفضل. إذن قبل أن أبدأ في هذا الدرس أريد أن أشرح أو أريد أن فاغ أن تو بتي غابيل، يعني تذكير خفيف أو تذكير بسيط كما يقولون، عن الدروس التي رأينا مسبقا. إذن قلنا عن أن تو لي فيرب، سأحاول ألا أترجم في كل مرة كلمات تعودنا على التعرف عليها، يعني من الأحسن استعمالها بالفرنسية حتى تتعودون على نطق الفرنسية. دونك الأفعال لي فيرب، اون فا يوتيليزي جوست لو مو فيرب. دونك لي فيرب في الفرنسية تنقسم إلى 3 جروب. لو جروب هي مجموعة، مثلا عندما أقول جروب في الفيسبوك يعني مجموعة فيسبوك. إذن لو جروب هي مجموعة، وفي الفرنسية لي فيرب يصنف أو تصنف إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى هكذا تسمى، مجموعة أولى، حتى بالفرنسية نسميها premier group، يعني فقط ترجمة مجموعة أولى يعني premier group. المجموعة الثانية هكذا تسمى أفعال مجموعة ثانية، لي فيرب. دونك هنا لكي لا أعيد كتابة فيرب سوف أرمز فقط له ب في، لأن في تعني فيرب. دونك لي فيرب دو برومي جروب، ثم هناك لي فيرب دو دوزيام جروب، ثم هناك لي فيرب دو تخوازيام جروب. دونك لاحظوا معي، لي فيرب تصنف الى ثلاث مجموعات، 3 جروب. لي فيرب دو بروميي جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب،
les verbes du troisième groupe. ماذا قلنا عن les verbes du premier groupe? قلنا أن جميع les verbes. جميع les verbes du premier groupe كلها تنتهي في الأخير ب ER. ما عدا فعل واحد في الفرنسية فقط ينتهي ب ER هو aller ينتهي ب ER ولكنه لا ينتمي لهذه المجموعة. يعني le verbe aller يذهب هذا الفعل il appartient à ce groupe. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Donc, جميع الأفعال, tous les verbes du premier groupe, ils se terminent à la fin par ER. Sauf ma'ada, le verbe aller, même s'il se termine avec ER à la fin, donc ce n'est pas un verbe du premier groupe. هو ينتمي لأفعال مجموعة ثالثة. D'accord? الآن أفعال مجموعة ثانية. أفعال مجموعة ثانية تنتهي في الأخير ب ER. أختي إمتى كديري اللايف وإينا وقت؟ صراحة لم أحدد الوقت بالضبط. فقط عندما أجد بعد الوقت الفارغ أقوم بعمل لايف. دونك قلنا أن الأفعال التي تنتهي ب ER تسمى أفعال مجموعة ثانية ده verb du deuxième groupe. هناك بعض الاستثناءات هنا لأن هناك أفعال تنتهي ب ER لكنها تنتمي لأفعال مجموعة ثالثة. هناك أفعال يعني كثيرة يعني dormir, partir, هناك أفعال كثيرة تنتهي ب ER ولكنها ليست من أفعال مجموعة ثانية بل تصنف في أفعال مجموعة ثالثة. طبعا يمكننا أن نتعرف عليها إن كانت مجموعة ثانية أو ثالثة. هناك إناستيوس يعني طريقة نستعملها لكي نتعرف عليها, ذلك سنتعرف عليه في الوقت المناسب. يعني عندما ندرس هذا النوع هذا الصنف من الأفعال سوف نتطرق إلى ذلك بالتفصيل. درس اليوم يخص فقط هذه المجموعة, يعني المجموعة الأولى. المجموعة الأولى التي تنتهي ب ER سنتعرف على كيف تصرف au présent de l'indicatif, يعني في المضارع au présent de l'indicatif. الأمر سهل. سأخذ مثلا, انتبهوا معي, سأخذ مثلا le verbe, نأخذ مثلا le verbe marcher أو regarder. Je vais prendre le verbe regarder. Le verbe regarder. Donc, لاحظوا أن le verbe regarder يتكون من جزئين أو نعم يتكون من جزئين. أنا تعمدت أن أكتب هنا هذا الجزء بالأزرق وهذا الجزء بالأسود لأن هذا الجزء يهمني كثيرا لأنه يبين لي أنه un verbe du premier groupe. ثم سيفيدني في التصريف أيضا. سنعرف كيف. هذا الجزء أيضا سيفيدني في التصريف لأن هذا الجزء المكتوب بالأزرق يسمى le radical. وهذا le radical لا يتغير عندما أصرف هذا الفعل au présent. قبل أن أصرفه au présent سوف نتذكر هذه الضمائر les pronoms personnels التي درسنا من قبل. إذن ماذا قلنا عن je؟ كيف تسمى؟ تسمى un pronom la première. إني أتحدى الكل إذا سكتوا والله أتحداكم. دونك قلنا أن je تسمى la première personne du singulier. D'accord? La première personne du singulier. Tu, tout simplement, la deuxième personne du singulier. Tu, la deuxième personne du singulier. Il, Aydan, c'est un pronom personnel. On l'appelle troisième personne du singulier. Et donc, لاحظوا أنه حتى إذا أردتم أن تحفظوها سهلة جدا لأن personne du singulier تتكرر. Personne du singulier, personne du singulier, personne du singulier. ف
فقط هذه أسميها la première لأنها هي الأولى، هذه تسمى la deuxième لأنها تأتي في المرتبة الثانية، وهذه تسمى la troisième الثالثة. Donc il و elle نسميها la troisième personne du singulier. D'accord. Maintenant nous سننتقل إلى ضمائر الجمع، les pronoms personnels ou les personnes du pluriel. Nous تسمى la première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel. Il, avec S, ou elle, avec S, تسمى la troisième personne du pluriel. D'accord. Donc, كما تلاحظون أن personne du pluriel تتكرر في هذه الضمائر الثلاثة. Personne du pluriel, personne du pluriel, personne du pluriel. ولكن كما قلت هنا يعني هذه هذا هو الضمير الأول في الجمع، لذلك نسميه la première personne du pluriel. D'accord. هذا هو الضمير الثاني في الجمع، la deuxième personne du pluriel. ثم il و elle هو الضمير الثالث في الجمع، la troisième personne du pluriel. هناك ضمير آخر لم أذكره في المرة السابقة هو on. لماذا لم أذكره؟ لأن هذا الضمير لا يسمى un pronom personnel. هذه الضمائر كلها تسمى des pronoms personnels، ولكن هذا يسمى un pronom impersonnel. هو يصرف مثله مثل il و elle كما تصرف il و elle، لكن معناه لا نعني به هو، نعني به en general بصفة عامة، في بعض الأحيان نعني به نحن. الآن لنصرف الفعل. إذن ما هي الطريقة؟ الطريقة جد سهلة، جد سهلة. لذلك أنا فعلا أتعجب لمن يقول أن la conjugaison هي معقدة. La conjugaison من أسهل الأمور، هي كلعبة. بالنسبة لي أعتبرها كلعبة. اللعبة عندما ألعبها يجب أن أتعرف على بعض التعليمات حتى أتعرف على كيف تعمل. نفس الشيء بالنسبة لي la conjugaison. أفعال مجموعة الأولى يعني le verbe du premier groupe، قلنا أن هذا الجزء يسمى راديكال وهذا الجزء يسمى terminaison. إذن كيف أصرف هذا الفعل؟ لاحظوا معي بكل بساطة، le radical قلنا أنه لا يتغير، إذن سأكتبه مع جميع الضمائر. Regarde. لاحظوا أن regard هنا كتبت مع الجميع بنفس الطريقة. الآن وصلنا إلى التعليمات التي قلنا عن اللعبة. بما أنها لعبة، ما هي التعليمات التي تخص هذه اللعبة؟ عندما أريد أن أصرف أي فعل من المجموعة الأولى يعني le verbe du premier groupe au présent de l'indicatif في المضارع au présent de l'indicatif، ماذا أفعل؟ لاحظوا معي ما هي قواعد اللعبة. قواعد اللعبة أنني أستبدل ER أستبدل ER بماذا؟ لأن قلنا أن ER تسمى terminaison. إذن les terminaisons aussi de ces verbes، terminaison يعني الحروف التي تنتهي بها، هذا معنى la terminaison. دونك هنا بالنسبة لي la terminaison التي سأضيفها للو راديكال مع je هي دائما تكون هي e au présent de l'indicatif. مع tu es دائما تكون es مع tu au présent de l'indicatif. مع il elle و on دائما e. لاحظوا ان je و il يتشابهان في la terminaison. ثم هنا دائما نضيف ONS
vous نضيف لها EZ. ثم il ou elle du pluriel نضيف لها ENT. إذن ما عليكم فعله لكي لا تخطئوا في هذا التصريف هو فقط أن تحفظوا هذه الحروف التي تنتهي بها الأفعال التي تصرف au présent de l'indicatif يعني ses terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. الآن سنأخذ حالة استثنائية بعض الشيء ليست استثنائية يعني لا يخيفكم هذا المصطلح فقط فعل يعني verb du premier groupe وينتهي ب GER مثلا manger دائما نختار هذا الفعل لا أعرف لماذا نختار manger donc manger إذن الفعل كما قلت لكم يقسم إلى اثنين هذا الجزء يسمى la terminaison وهذا الجزء يسمى le radical إذن الذي لا يتغير هو le radical هذا لا يتغير مع جميع الضمائر والذي يتغير فقط هو la terminaison داكوغ هنا انتبهوا إلى G لماذا قلت انتبهوا إلى G سنرى فيما بعد Donc, نكتب la première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, on va faire les trois. Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. إذا المرحلة الثانية التي قلنا عليها أننا نكتب لو راديكال كما هو يعني سأكتبه مع جميع الضمائر طبعا لا يتغير فيه شيء تبقى جميع الحروف كما هي مع جميع الضمائر بكل سهولة هكذا الآن مرحلة اللعبة أو اللعبة الثالثة أو يعني التعليمة الثالثة لهذه اللعبة هي la terminaison إذا قلنا عن la terminaison تتغير و la terminaison التي نستعمل مع le présent de l'indicatif قلنا E مع je ES مع tu E مع il, elle, on ONS مع نو EZ مع vous ENT مع il و elle du pluriel سنقرأ الآن لاحظوا معي je mange tu manges il mange elle mange on mange nous mangeons لاحظوا هنا لم أقرأ nous mangeons لماذا لم أقرأ nous mangeons؟ لأن G مع O تقرأ go لذلك لم أقرأ nous mangeons إذن لكي أقرأ nous mangeons نعلم أن G نضيف معها E إذن هذا هو الاستثناء الذي تحدثت عنه فقط أما باقي الأفعال لا يحصل معها أي شيء Nous mangeons. نضيف لها E حتى لا نقرأها nous mangeons. لأنها تقرأ G هنا في جميع الحالات تقرأ G. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. هناك حالة أخرى الأفعال التي تنتهي ب C. سنأخذ مثلا فعل مثلا lancer. التعليمة الأولى لهذه اللعبة ماذا قلنا؟ قلنا أننا نقسم الفعل إلى جزئين الجزء الأول والجزء الثاني هذا الجزء الأول يسمى le radical
وقلنا أنه لا يتغير مع جميع الضمائر. الجزء الثاني هو la terminaison وهي التي تتغير. إذن la première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. إذن ماذا سأفعل؟ سأكتب le radical كما هو. Le radical يعني أصل الفعل كما هو. هكذا. يعني نفس الطريقة مع جميع الأفعال. جميع الأفعال التي تنتمي للمجموعة الأولى les verbes du premier groupe نستعمل معها هذه الطريقة بكل سهولة. ماذا يتغير؟ قلنا ما يتغير هو la terminaison. ولا terminaison يعني la terminaison du présent de l'indicatif. ما هي؟ نستعمل e مع je, es مع tu, e مع il, ons مع nous, EZ مع vous, ثم ENT مع troisième personne du pluriel. ثم نقرأ. Je lance, tu lances, il lance, nous lançons. لاحظوا مع nous دائما عندما تحدث عن manger تحدثنا فقط مع عن هذا le pronom, عن هذه la personne nous. Donc فقط يقع ليس المشكل ولكن تقع الحالة الاستثنائية فقط مع هذا le pronom, مع هذا الضمير nous هو الذي نضيف له الحرف e. وهنا لاحظوا معي نطقنا nous longons ولكن بما أنه يجب أن يبقى نفس النطق مع جميع الضمائر يعني nous longons, فماذا سأفعل؟ سأضيف سيدي. Une cédille ici. إذن إذا أضفت une cédille ici سوف أقرأها nous lançons. Nous lançons. Vous lancez. Il lance. الآن بعدما شرحت هذه الأمور التي كان لابد منها نستطيع أن نبدأ الدرس. فقط أتمنى أن تكون الصورة واضحة. Non, c'est pas ça. La conjugaison, donc les verbes usuels du premier groupe au présent de l'indicatif. يعني الأفعال المستعملة الأكثر استعمالاً المعتادة الأكثر استعمالاً أفعال مجموعة الأولى الأكثر استعمالاً مصرفة au présent de l'indicatif في المضارع. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. D'accord, واضح. La mariée entre dans la salle. العروس تدخل القاعة. Elle passe devant les invités. تمر أمام الضيوف. Ces derniers la saluent. هؤلاء يلقون عليها التحية. Je donne l'infinitif des verbes écrits en rouge. إذن le verbe entre, le verbe passe, le verbe salue, سوف نبحث عن son infinitif. درسنا l'infinitif من قبل وقلنا أنه هو الحالة التي يكون عليها الفعل قبل التصريف. ما يسمى في العربية بالمصدر. إذن قبل تصريفه الحالة التي يكون عليها الفعل قبل تصريفه تسمى l'infinitif. هنا entre مصرف مع la mariée. La mariée هنا يمكن استبدالها ب le pronom personnel, oui, personnel elle. Donc elle entre. لذلك ينتهي ب e لأنه قلنا عندما الأفعال المجموعة الأولى بما أننا هنا ندرس أفعال المجموعة الأولى. إذن هذا c'est un verbe du premier groupe. الأفعال المجموعة الأولى عندما تصرف مع il أو elle يعني la troisième personne du singulier
تأخذ أ في الأخير. داكوغ؟ صورة ما واضحاش. داكوغ كوم سا سي بيان. إذن الفعل هو entrer. الفعل هو entrer. لاحظوا معي الفعل ينتهي ب er, donc c'est un verbe du premier groupe. La deuxième phrase, elle passe devant les invités. Le verbe هو passe, إذن فعل مصرف طبعا مع elle. قلنا أن le verbe du premier groupe إذا تصرف مع elle فيأخذ e في الأخير. عندما أريد أن أبحث عن son infinitif لابد من أقرأ الصورة غير واضحة. إذن الآن هل هي واضحة؟ هل هي واضحة الآن؟ أرجو من أحدكم أن أحدكم داكوغ أرجو من أحدكم أن يجيبني. داكوغ ميرسي ملاك دعاء ميرسي بوكو. دونك قلنا أن باس هنا لو فيرب باس يعني عندما يصرف أو بريزون دو لانديكاتيف مع إل نضيف له في الأخير أو. ما هو لانفينيتيف دو باس؟ هو باسي كما تلاحظون هو أيضا ينتهي ب er. C'est un verbe du premier groupe. Troisième phrase maintenant. Ces derniers la saluent. Le verbe هو salut. لاحظوا معي ينتهي في الأخير ب ent. لماذا ينتهي هنا ب ent؟ لأنه مصرف مع regardez ces derniers. Ces derniers c'est un nom qui est au pluriel. إذن بماذا سأعوض هذا؟ الاسم هؤلاء بماذا يمكنني أن أعوضها؟ طبعا سأعوضها ب il. لذلك قلنا أن le verbe مع il يصرف أو نضيف له ent في le présent de l'indicatif. أصل الفعل قبل أن يصرف نزيل له la terminaison التي هي ent ونكتب له la terminaison des verbes du premier groupe. يعني سأكتب salut بعدما أزلت ent وأضيف لها er saluer. D'accord. Par quoi se termine l'heure infinitif? On a déjà répondu. أجبنا قبل أن نقرأ السؤال. Donc كل الأفعال تنتهي ب ER. جميع الأفعال تنتهي ب ER. جنديك لور جروب يعني أبين إلى أي مجموعة تنتمي هذه الأفعال. طبعا تنتمي إلى أفعال مجموعة الأولى لي فيرب دو برومي جروب لأن قلنا أن جميع لي فيرب دو برومي جروب تنتهي في الأخير ب ER. داكوغ. À quel temps sont-ils conjugués؟ في أي زمن هي مصرفة هذه الأفعال المكتوبة بالأون روج بالأحمر؟ في أي زمن هي مصرفة؟ دونك هي مصرفة au présent de l'indicatif. مريم مريوما ديرو la qualité d'image à 360. أنا أيضا لا أعرف كيف يتم ذلك. دونك maintenant je retiens. Je retiens, le verbe est un mot qui indique l'action dans une phrase. يعني أن الفعل هنا, le verbe est un mot, هو كلمة, qui indique, تحدد لنا الحدث, l'action, الحدث, الفعل, dans une phrase, في الجملة. Tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. الآن نقول القاعدة. Je retiens يعني أستخلص مما ذكرت الآن.
Donc, tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. كما قلنا جميع الأفعال جميع أفعال المجموعة الأولى les verbes du premier groupe تنتهي في الأخير ب ER sauf كما قلنا في أول حلقة sauf le verbe aller. إذن le verbe aller كما ترون ينتهي ب ER لكنه ينتمي لمجموعة الأفعال أو أفعال مجموعة ثالثة أفعال مجموعة ثالثة les verbes du troisième groupe. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, لكي نصرف فعل المجموعة الأولى au présent de l'indicatif في المضارع يعني لا داعي لتكرار المضارع حتى ترسخ عندكم هذه الكلمة le présent de l'indicatif. Donc le présent de l'indicatif عندما أريد أن أصرف أي فعل من هذه من أفعال هذه المجموعة le verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, il suffit de remplacer, regardez ici, il suffit de remplacer ER, la terminaison de verbe, la terminaison du verbe qui est à l'infinitif, parce que tous les verbes du premier groupe, ils se terminent par ER à la fin, donc la terminaison c'est ER, donc on remplace ER, par quoi on la remplace? بماذا نستبدلها بماذا نغيرها نستبدلها كما قلنا ب les terminaisons suivantes يعني الحروف التي تنتهي بها les terminaisons donc terminaison حتى لا أترجمها مرة أخرى terminaison هي الحروف التي تنتهي بها الأفعال donc les terminaisons suivantes e كما قلنا e تكتب مع je es مع tu هنا خطأ يوجد خطأ donc هنا e مع il la troisième personne du singulier ons مع nous ez مع vous ent مع la troisième personne du pluriel Les verbes du premier groupe qui se terminent par GER, comme nous l'avons dit, GER, prennent E, O, N, S. للأسف لهذا لا أستطيع فعلا أن أكثر من اللايف فأنا لدي أطفال صغار وفي بعض الأحيان يكونون بقربي ولا أريد أن يقرأوا مثل هذه التعليقات لذلك متابعي الأعزاء في المرة القادمة سوف أعمل على je vais désactiver ces commentaires يعني سأشرح بدون أن يكون هناك des commentaires حتى لا تحرجوني أمام أطفالي الصغار لأن هناك من كتب أشياء لا أخلاقية للأسف سأكمل الدرس لأن هناك من متابعي من يستحق ذلك وسأتغاضى عن هذه الأمور. Donc les verbes qui se terminent par GER prennent E, O, N, S à la première personne du pluriel. يعني الأفعال أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب GER prennent E, O, N, S à la première personne du pluriel. يعني كما شرحت لكم في أول الحلقة عندما ينتهي الفعل ب GER نكتب في الأخير E, O, N, S حتى نتمكن من قراءتها ج وليس ج. الآن les verbes jouer est rangé au présent de l'indicatif. أعتذر لكن فعلا عندما قرأت هذا المستوى من الكلام
Donc, les verbes jouer et ranger au présent de l'indicatif. Le singulier est le pluriel, sauf qu'on commence par le verbe jouer. Le verbe jouer, je joue à la guitare. إذن كما قلت لكم سابقا أكتب فقط لو راديكال الذي لا يتغير أكتبه مع جميع الضمائر ثم أضيف لها لي تيرميناسون التي قلنا عليها يعني مع جو أضيف أ مع تو أضيف أ إس مع إيل أضيف أ مع ال لان الاثنين نفس لا بيرسون لا ثوازيام بيرسون دو بلوريال دو سينغولييه باردون ثم نو لا بروميير بيرسون دو بلوريال نضيف معها او ان اس فو نضيف معها او زد و ايل نضيف معها او ان تي الآن لو فيرب رونجي ينتهي ب او ار هو ايضا ولكن ينتهي ب جي او ار قلنا عن لو فيرب التي تنتهي ب جي او ار مع نو نضيف لها او حتى يمكننا نتمكن من قراءتها ج كما فعلنا هنا نو مونجون اذا اضفنا او او ان اس جو range, tu ranges, il range, elle range les affaires, ترتب أدواتها, nous rangeons les affaires, vous rangez les affaires, il range les affaires, elle range les affaires. الآن سأنتقل إلى je manipule et je réfléchis, يعني استثمر ما تعلمته وأفكر. J'écris l'infinitif. Donc, لاحظوا معي. J'écris الآن التمارين لكي تترسخ عندكم أكثر. J'écris l'infinitif des verbes conjugués dans les phrases suivantes. يعني أكتب الفعل قبل أن يصرف. يعني حالة الفعل قبل أن تصرف. كما قلت لكم مصدر الفعل. J'écris l'infinitif. Nous parlons correctement. إذا لاحظوا معي الفعل هو parlant. ينتهي ب ONS. إذا cette terminaison هي التي سأزيلها. Je vais l'enlever. وأكتب le radical الذي تكلمنا عنه في أول الحلقة. Donc سأكتب parle. لاحظوا معي سأكتب parle. ثم أضيف له la terminaison des verbes du premier groupe التي هي ER. فقط بكل هذه السهولة يعني هذه هي الطريقة التي نستعمل عندما نريد أن نستخرج الانفينيتيف d'un verbe conjugué. الآن ملكة دانس avec la mariée. ملكة ترقص مع العروس. إذا لاحظوا ملكة يمكننا أولا أن نستبدلها ب ال لذلك مع ال تأخذ la terminaison de e au présent de l'indicatif. Iden, elle danse avec la mariée. Mais de sa fl, ça usil hadihi la terminaison. Je vais enlever cette terminaison. Ou ça ahtafid faqat bi le radical danse. Lahedo ma'i. Thumma, mais de sa udifu laha, sa udifu laha. ER في الأخير يعني danser. Vous écoutez la musique. Vous écoutez la musique. إذن هنا لاحظوا معي le verbe هو écouter ينتهي ب EZ لأنه مصرف مع vous. إذن ماذا سأفعل؟ سأزيل لها EZ la terminaison EZ و سأحتفظ فقط ب لو راديكال الذي هو écoute ثم
سأكتب la terminaison des verbes du premier groupe التي هي ER. Elle ferme la porte. Le verbe هو ferme. نعلم أن مع elle نضيف E, la terminaison E. إذن سأزيل هذه terminaison, سأزيل le E. وأحتفظ بالـ radical الذي هو ferme. ثم أضيف له ER, la terminaison des verbes du premier groupe. Fermé. سأنتقل الآن إلى الصفحة الموالية، الصفحة الثانية. هنا يوجد السؤال، إذن لاحظوا معي. Je conjugue les verbes au présent de l'indicatif et à la personne demandée. يعني أصرف الأفعال في المضارع au présent de l'indicatif et à la personne demandée ومع الضمير الذي طلبه منا. نبدأ بأول فعل الذي هو entrer. إذن entrer c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Donc tous les verbes du premier groupe comme vous voyez ici, ils se terminent avec ER à la fin. إذن هنا طلبوا منا أن نصرف le verbe entrer مع la deuxième personne du pluriel. ما هي la deuxième personne du pluriel؟ هي vous. لذلك قلت لكم عليكم أن تحفظوها بهذه الأسماء حتى تعرفوا، لأن كثير من التمارين تطرح على هذا الشكل، يعني لا يميزون لكم هل هي vous أو tu، فقط يسمونها بأسمائها. Donc la deuxième personne du pluriel هي vous. إذن سأكتب vous ثم أصرفها مع entre. ماذا نفعل؟ نزيل دائما la terminaison er ونكتب le radical الذي هو entre ثم نضيف له la terminaison التي تكون مع vous والتي هي ez. Vous entrez. الآن chanter. Chanter à la troisième personne du singulier. Donc la troisième personne du singulier, il ou elle. Les deux sont corrects. Donc, ماذا أفعل? La même chose, نفس الشيء. سوف أزيل la terminaison التي هي ER وأحتفظ بالـ radical chante. ثم أضيف la terminaison التي تصاحب il. إذن ما هي la terminaison التي تأتي مع il؟ هي e. Il chante. الآن le verbe manger à la première personne du singulier. إذن ما هو la première personne du singulier؟ هو je. نفس الشيء سوف je vais enlever cette terminaison, je vais garder le radical, le dit quoi? M A N G. Tout ça s'ajoute la terminaison qui t'ati ma'a je ou qui هي e. Je mange. Maintenant le verbe entrer. Bien sûr parce qu'il est un verbe du premier groupe, il se termine avec er, donc je vais enlever er. Et je vais garder le radical qui est ENTR. ENTR. La personne demandée, c'est la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il avec S ou bien elle avec S. Thumma أضيف لها la terminaison التي تصاحب il والتي هي ENT. Ils entrent. صوتي يقفز. إذن صوتي ينتهي بـ ER لأنه من أفعال المجموعة الأولى. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la terminaison qui est ER et je vais garder le radical S A U T. La personne demandée, c'est la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Mais il y a la terminaison التي تأتي مع tu, هي
ES. الأمر سهل جدا، فقط تكملون بهذه الطريقة، يعني الأمر جد سهل. Maintenant, le verbe regarder, ينظر. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par ER. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la terminaison qui est ER et je garde le radical R, E, G, A, R, D. La personne demandée, c'est la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. ثم أضيف la terminaison التي هي ONS. Nous regardons. Maintenant, je m'entraîne. أتدرب. Je transforme les verbes à la personne demandée. يعني أحول الأفعال مع الضمير الذي طلبه منا. Nous regardons les cavaliers. يعني ننظر إلى الفرسان. إذن لاحظوا معي الفرق بين هذا التمرين وهذا التمرين هو أن في هذا التمرين السابق أعطونا أفعال على الانفينيتيف يعني أفعال غير مصرفة ثم طلبوا منا أن نصرفها مع هذه الضمائر التي الموجودة هنا في الجدول. الآن الأفعال التي طلبوا منا تصريفها هي مصرفة هي أصلا مصرفة ولكن مع ضمائر أخرى الآن سنصرفها مع هذه الضمائر إذن نو غوغاردون نعلم أن le verbe du premier groupe عندما نصرفه au présent de l'indicatif مع نو نضيف له la terminaison ONS إذن qu'est-ce que je vais faire je vais enlever cette terminaison Pourquoi لماذا سأحذف cette terminaison pour garder le radical لكي أحصل على le radical إذا le radical هنا هو R E G A R D ثم انتبه إلى la personne التي سأصرف معها le verbe هي je وأعلم أن la terminaison التي نضيفها لje هي e الآن tu racontes une histoire يعني تروي حكاية أو تحكي حكاية إذن هنا tu racontes مع tu le verbe du premier groupe au présent de l'indicatif on ajoute la terminaison es donc on va enlever ce es pour garder le radical Je vais écrire ici le radical, c'est très facile maintenant. Donc, raconte, R-A-C-O-N-T. ثم سأضيف la terminaison التي تصاحب il والتي هي e. Il chante. Donc, le verbe c'est chante. مع il ينتهي ب ENT au présent de l'indicatif إذن هذه هي la terminaison بما أنني أتعرف على la terminaison إذن je peux la supprimer facilement وأحتفظ ب le radical أكتب هنا le radical الذي هو CHANT ثم انتبه لي le pronom personnel الذي هو vous وأكتب la terminaison التي تأتي مع vous والتي هي EZ Vous chantez. L'an, je joue. Al'ab. Je joue. Iden, c'est un verbe du premier groupe, bien sûr, qui est conjugué au présent de l'indicatif. N'a'lamu anna ma'a je, nous défaut e. Donc, la terminaison, c'est e. On va l'enlever pour garder le radical. Donc, on va écrire le radical. Joue. J. O-U. وهنا لدي le pronom personnel elle. La terminaison التي تأتي مع elle du pluriel c'est ENT. لذلك سأكتب ENT. الآن vous criez très fort. إذن le verbe c'est le verbe crier. Avec vous toujours la terminaison c'est EZ. Donc je vais enlever le EZ et je vais garder
le radical qui est créé. ثم أضيف la terminaison التي تصاحب tu والتي هي es. نفس الشيء مع elle parle à haute voix. يتكلم بصوت مرتفع. Donc le verbe c'est parler. بما أنها elle فتأخذ au présent de l'indicatif e. La terminaison c'est e. نأخذ je vais enlever يعني نحذف la terminaison لنحصل على pour obtenir le radical. Donc je vais écrire maintenant le radical. Thumma andor les le pronom personnel c'est nous et je vais ajouter la terminaison ons. Lati tati ma nous. Nous parlons. J'écris l'infinitif des verbes. Aktubu masdar ou الفعل قبل أن يصرف لهذه الأفعال التي سنراها الآن. Nous écoutons un conte fantastique. نستمع لقصة مثيرة أو قصة رائعة. إذن هنا nous écoutons. Donc الفعل هو écoutons ينتهي ب ons. إذن je vais enlever cette terminaison et je vais écrire le radical الذي هو écoute. ثم بما أنني أبحث عن الانفينيتيف وأعرف أن الverb du premier groupe تنتهي ب er سوف أضيف في الأخير er. Écoutez. Elles effacent le tableau. يمسحنا الصبورة. إذن الverb هو effacer. مع elle نكتب في الأخير la terminaison ent. Idem, je vais enlever cette terminaison pour obtenir le radical. Le radical, le dit quoi? E, 2F, A, C. Thumma, أضيف له la terminaison des verbes du premier groupe, التي هي ER. Tu aimes les fêtes. Idem, le فعل هو aime. C'est un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. بما أنه مصرف au présent مع tu. نضيف له la terminaison es. إذن on va l'enlever. Je vais enlever le es pour obtenir le radical. الذي هو a i m. ثم أضيف له er في الأخير. فقط للإشارة هناك درس في القناة يشرح هذا الدرس بكل 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 بساطة يسمى verb le verb du premier groupe au présent de l'indicatif غير هذا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شرح la leçon en français يعني هو مشروح بالفرنسية فقط والترجمة بالعربية مكتوبة على الشاشة. إذن هنا vous fermez les cahiers. Fermer c'est le verbe fermer conjugué avec vous. إذن نعلم أن le vous la terminaison تكون هي EZ. إذن نزيل cette terminaison لنحصل على le radical الذي هو F E R M ثم نضيف ER التي تدل على l'infinitif. المصدر. Je dessine une tente. أرسم خيمة. إذن je dessine une tente. Le verbe هو dessine مع je تنتهي ب e au présent de l'indicatif. إذن je vais enlever le e. أكتب le radical الذي هو dessine. ثم le er la terminaison de l'infinitif. D'accord. الآن je m'évalue أقوم تعليماتي. Je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. يعني أصرف au présent de l'indicatif الأفعال موجودة بين قوسين. هناك le verbe travailler يعمل أصرفها مع il. Donc مع il ماذا نفعل؟ كالعادة بكل بساطة je vais enlever la terminaison التي هي ER وأكتب
لو راديكال كما هو لأنه لا يتغير. ثم أضيف لا تيرميناسون التي تكون مع il والتي هي e. Nous regardons. Regardez, ينظروا. Nous regardez. إذن ماذا نفعل؟ نفس الشيء. نزيل la terminaison. نكتب le radical. Il لا يتغير كما قلت لكم. يبقى كما هو. ثم نضيف له la terminaison التي تأتي مع nous والتي هي ONS. Nous regardons les artistes. Il dessinait. Donc dessiner. نفس الشيء. Je vais enlever la terminaison pour garder le radical. ثم أضيف la terminaison التي تأتي مع il du pluriel والتي هي ent. Vous jouez. Jouer, يلعبوا. Vous تلعبون. إذن vous jouez. هنا jouer, ماذا سأفعل؟ Je vais enlever la terminaison التي هي ER وأحتفظ بالle radical joue. ثم أضيف la terminaison التي تأتي مع vous والتي هي EZ. Vous jouez à la marelle. La marelle هي لعبة كنا نلعبها عندما كنا صغارا. لا أعرف كيف تسمى بالعربية. نقفز. سأرسمها لكم هنا. ربما تتذكرون هذه اللعبة أنتم أيضا. نرسم هذه الخطوط في الأرض. ونأخذ حجرا ثم نرميه مثلا هنا. لا أتذكر هذه اللعبة جيدا. ثم نقفز هنا. المهم لا أعرف إن كنتم تذكرتموها أم لا. أنا نسيت قانون هذه اللعبة. هذه اللعبة تسمى لاماغيل. إذن نكمل. مونجي نفس الشيء. إذن ماذا سأفعل؟ سأزيل la terminaison التي هي ER وسأكتب le radical الذي لا يتغير. ثم أضيف له E التي نضيفها مع je. Tu rentres. Donc rentrer نفس الشيء. أزيل ER. Rentre. ثم أكتب ES في الأخير. Porter. Le verbe porter. ماذا أفعل؟ Donc أكتب porte بعدما أزيل la terminaison وأحتفظ ب le radical ثم أضيف le e التي تصاحب je. Donc je porte des bottes en cuir. يعني أرتدي des bottes حذاء طويل en cuir من الجلد. Je consolide mes acquis أدعم مكتسباتي. Je mets à l'infinitif les verbes suivants. يعني les verbes هنا هي verbes conjugués مصرفة وعليا أن أحولها إلى l'infinitif. L'infinitif قلنا هي الحالة التي يكون عليها الفعل قبل تصريفه يعني المصدر. إذن الجملة الأولى vous portez des bottes. Le verbe هو porter لأن مع vous ينتهي ب EZ. Donc بما أنني تعرفت على la terminaison التي هي EZ سأكتب le radical الذي هو P-O-R-T وأضيف له la terminaison des verbes du premier groupe والتي هي ER. Mes amis dansent. Mes amis يمكن يعني أصدقائي. Mes amis يمكن mes amis يرقصون. أصدقائي يرقصون. Mes amis يمكن تعويضها بإيل du pluriel. إذن il du pluriel نعرف أن ماذا تسمى la terminaison التي تصاحبها هي ENT. نزيل la terminaison نحتفظ بالle radical. أظن أنكم الآن حفظتم هذه التعليمات. أكتب le radical وبعد ذلك أضيف ER la terminaison des verbes du premier groupe. Tu joues le rôle du père. تلعب دور الأب. Donc le verbe هو joue
مصرف أو بريزون دو لانديكاتيف مع تو. إذا لا تيرميناسون التي تأتي مع تو هي أو إس، نزيل هذه أو إس ثم نكتب لو راديكال جو جي أو يو ونضيف لها لا تيرميناسون دي فيرب دو بروميي جروب التي هي أو آر. نو غانيون لو ماتش، نربح، نحن نربح المباراة. إذن نو غانيون، لو فيرب هو غانيون. إذن مع نو لي فيرب دو بروميي جروب او بريزون دو لانديكاتيف تأخذ او ان اس. إذن سأحتفظ بلو راديكال الذي هو غاني جي ا جي ان، ثم سأكتب لا تيرميناسون دي فيرب دو بروميي جروب التي هي او ار غانيي. Je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses, يعني أصرف les verbes الموجودة داخل الأقواس أصرفها au présent de l'indicatif. Ce soir, je fêtais mon anniversaire. هذا المساء سأحتفل بعيد ميلادي. إذن هنا le verbe fêter كما ترون ينتهي بER, donc c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Si je veux le conjuguer avec je, qu'est-ce que je vais faire? Comme toujours, je vais enlever la terminaison pour garder le radical. ثم أضيف la terminaison التي تأتي مع je والتي هي e. Nous nettoyer l'école. ننظف أو ننظف، نحن ننظف المدرسة. إذا nettoyer la même chose. Je vais enlever ER pour garder le radical, le dit quoi? N, E, de T, O, Y. Tout ma odif la terminaison la ti t'ati ma'a nous, la ti hiya, O, N, S. Nous nettoyons l'école. L'N, elle préparait le dîner. Donc, yu'idduna wajbat al-acha. Elle prépare. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais enlever la terminaison pour obtenir le radical. Et donc, prépare, هو le radical. سأكتب le radical كما هو لأنه لا يتغير كما قلنا. ثم أكتب la terminaison التي تأتي مع elle du pluriel والتي هي ENT. Elle prépare le dîner. يهيئنا طعام أو يعددنا وجبة العشاء. Vous habitez à Casablanca. تسكنون الدار البيضاء. إذن هنا le verbe habiter ينتهي ب er. C'est un verbe du premier groupe. إذن سوف on va enlever cette terminaison التي هي er لنحصل على le radical الذي هو habit, H-A-B-I-T. وأضيف له la terminaison التي تأتي مع vous التي هي E-Z. Tu marchais. إذن هنا je vais enlever la terminaison. ثم أحتفظ بالle radical. وماذا أفعل؟ سوف أضيف لها la terminaison التي تأتي مع tu والتي هي es. Tu marches lentement. يعني تتمشى ببطء. إلى هنا أكون قد أنهيت شرح هذا الدرس. لا تنسوني من صالح الدعاء. تصبحون على خير وإلى حلقة أخرى بإذن الله.